هذه يومانيش تك ما راحش لابيسين غير خير واش كاين؟ انا حبيتها خلاص شيخ محبوب. علاه؟ كيف تقعد بيا؟ والله بقري دايره حلف لمشيت الكبير يجوا يضربونا انا واش ندير لهم العمله وتقعد بيا. الو واش حبيت دير؟ الفو فيتنام. واش نضرب في فيتنام هذا؟ مدفع انا مشيت لي ضربوني يجوا لي اربعه قريت حمولي إيه؟ نضرب واحد يطيحوا بين ثلاثه. انت وليت لي واعر اولاد. خويا اسماعيل اسمح لي طولت عليك. لاباس واش بخير؟ لاباس حكيم والله غير طولت عليك اسمح لي. اسمع على كل حال ما كحتمش انا والله حتنسك على القضيه واني نسنى ولا تقلقت. مرحبا خويا اسماعيل هنا غير الخير واش كاين؟ ايه باك عندي المراه انا راح العمره انايا إيه؟ عندي المراه توفات لي عندها 6 شهور توفات لي. الله اكبر والله ما سمعت يا خويا اسماعيل. ايه على كل حال الله غير ما تلاقيناش سي نورمال. سبحان الله. ايه وعندي ولد صغير ما كانش تما وين نخليه. حبيت قصتك مع القضية باش تما طفل صغير نخليه عندك لطول اللي يروح لعمره ولا 15 يوم من وين ريكيبيريه. ما كاش مشكل كل شيء مبروك وهذا تاهد غير قلت لي خويا اسماعيل. لا على كل تاني قصدت عرفت اللي ما نقصت انا تاني قصدت يعني واحد اللي ربي ما ريفيزينيش. ما كاش مشكل وليدك وليدي والدار دارك خويا جيبوا لي راني هنا ما كاش حتى مشكل. الله يبارك يرحم والديك. يا خويا ودعي لنا معك ان شاء الله. ان شاء الله. دعينا دعينا زوروها ان شاء الله. كاع المؤمنين ان شاء الله. الله يحفظ خويا اسماعيل. والعشاء ان شاء الله نجيب لك الولد. مرحبا. مرحبا بك خويا اسماعيل. اي صح. تربح خويا. سلامة. رسيم. هيا. شحال راح يقعد عندنا؟ وانت واش دخلك راه وقعت فوق راسك؟ نسيتي باللي الدار داري؟ دار يما حتى التلفون من هذا مش يهضر. شوفي يا بنتي ديف ديف يقعد شتا ولا صيف؟ صافي ما قلت والو حبيت نعرف باش نعرف واش من الشومبرا نوجد له واش نحط له هذا ما كان. ايه جاني بريزيدون ريبيبليك انا عندي هنا. يا شيخ اذا كان داقمي طون سون طون نهرب لك بها كيهضر معايا تحويزه. وين تهرب به؟ لا 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 خلي وليد الناس ما تدناش ليها خليه فوق الرايه تاعو صح؟ يا جماعة يا لي كيف جبيكم هكذا تلفت لكم شيخ الجارو صلى عليه النبي صلى عليه وسلم صح هو هذا وليد حوبز ما كيما الجار بيان سير علاش راكم مقلقين جيبوهم كاع وعندنا اللي تاع الله يبارك يجوا في رحبه ما فهمتكش حميد كيفاه كوطا كوطا يسمى يجوا كاع شحال كاين 4 5 يجوا لا على بالي باللي قلبك كبير تا وليدي وتدرك وكذا بصح هذا بابا راح للعمره ها قال لي خليولك امانه وعلاش ما داش ماله مع العمره صغير حميد صغير اسمه ما سقطش هدايا ما عندوش الحمار وكذا اسمه ما زالو جان ايه فوالا هذه هي ايه هذه هي فاصل ونوصل حميد ما تقطعش يقعد معايا صغير ماله نخلوه في الشمبره مع راسيم وصوفيا نخليه مع راسيم وصوفيا او انا ما يقعدش معايا في الشمبره شبيك مهبوله ديجا سفيتك فين هنا راسيم كبر قلبك الطفل يتيم يمه ميتة وبابا راه عمرك كيفاش نديرو له عارفه مالا يولي صاحبي دوك اللي نوري له ادي ما تنساش مالا وشنو القضيان هذا ضيف لازم نرحبوا به قضي شويه انا فقت لك حبيتي دير طريق بالملكة صح حاطيك الشغل انا دوك نستكلف بهذا الشيء موالف يا شيخ انا نقول لك حاجه كي جا السيد قلت لي الله يعلم يتيم لا ايه يتيم حميد يما ميتمش هذا قلنا هذا قلنا هكذا شونجمون دو بروغرام شوف كي ولات يتيم خاطيك شغل او عيط لي فيصل ايه نهبط به لابيشري قال لك البحر وطابله كش ما يطلع شويه ميرلون شويه سباردو هذه دنيا يا حميد على بالي توزن وعندك ومخك لاباس به بصح واش تهبط به انا نقول طفل صغير واش تديه صغير خلاص مالا نشري له حوده يديرها في اكواريوم حميد هل فيم شايفين وقرعة؟ رصيف نضحوا الباب سيدي طرطقنا لا بينوار والبنك اللي قسموا على زوج ما شفتوش قبضتوا لا كوموندي اللي رايحه تلقلي المقلين من الكاجو انا نحيت لي دوايه من فمو تغرم لي باسكاتي ورماها لي متاقه كنت نقول لكم شحال يقعد كليتوني واحد دار يما الاخرى الضيف يقعد شتا وصيف هاو ليكم باصو به لا ودي سكت علينا رانا في مشكل طحنا في مامس كبير وش بيك وش بيكم تاكلوا في روحكم هكذا انا نشوف فيه نورمال
يما وقال ما كنتش دايره الوضع كيف نورمال سيد فيه ربعه تقول لي نورمال ما عنده الحق حميد كي قال لكم الضيافه بالجمله حميد يرحم باباك وليدي شوف انك تشوف لنا حل هذا الطفل هذا عندكم حل واحد دوك هو بابا قبل ما يحل العمر سير خلى الدوبل تاع المفاتيح الكاش واحد نروحو نحوسو عليهم نحلو الدار نروحو ندخلو لدارهم ومن بعد لاو يجي بابا من العمره يريكيبيري من دارنا يديه لدارهم وحنا من دارهم نجو لدارنا لا لا هذه مليحه وليدي حامد مسحه طويله بزاف خليني نشوف خوك رياض قال لي نهرب به او انا خاطيني نهرب هاد الشيخ الاولاد امانه في رقبتك دبر والله شافو شافو غير بالرقم ما تقلقوش ما تقلقوش انا نقول لكم صح صح راني نشوف فيه جونتي جونتي بور لانستون وعاقل كما قال حامد بور لانستون بصح سعفوه هذاك راهو فيه ربعه ربعه بني ادم عقله صغير تاع 8 سنين ايماجيني وهذاك يزعف يتنرفى ماشي يدير لنا انتحار جماعي روحوا مع بالعقل بالعقل انا نقول لك انا والله ما نسعف حتى واحد ولادي يكفوني كيفاش هكذا نعيشوا دوكا بسسبانس حنا انا نروح دار عمي بو علان حتى يخرج من الدار هذه باش نولي لا 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 بالعقل يا جماعه ما تنساوش باللي يتيم مسكين يا حبي وي عطا داك الخزانه معليش خليه يتيم ورانا التليفون غير هذه غير هذه راسي مصيب والله غير مليحه هذه جاي للدار بوتشك قاعد في شومبرا تاعي تلعب التليفون تاعي نورمال وين بها سي محمد او راسيم على جالك خسرت على بالك حصل هذا البنادم شحال ندير معاه ما جبتش التليفون دوكا شوف راسيم ديروا حل شباب بابا راه في العمره وراه جايب لي بورطابل كي تجيبوا لي نعطي لك هذا ونلعب بهذا ايه والله غير مليحه هذه كيما انا دوكا فارغ شغل نستنى باباك حتى يجي من العمره باش حبيبنا يعطيني التليفون تاعي منو واحد ارى التليفون غير هذه غير هذه زوج ارى التليفون هذا البارتي وصاي راسيم ثلاثة متمل التليفون راح نغلقها راسيم يا رب التليفون دوكا حيدك يا غلط غلطة حياتك شريكي دوك تفهم حميد يا حميد جري جري او خدعني تقعد جاي يا تمرد ايو وش كاي هذا وين هذا ما نشوفه هذا هذا يا خاط عيف هذا ما يبانش كاع بيبي كول هادي يا كتيفي شوية حامل على لا بوين دي بي لازم نمشي ولو حيط حيط اكسير هذا مش ما نغلطوش في السيد حبيبنا ضربتو هذا الكلمة والو انا شو بورطابل توشه ها توشا قولوا والله توشا ها اياد ما تدخلش روحك اياد يرحم بابك ما تدخلش انت عارف خوك عاقل لا لا خوك عاقل ما تدخلش روحك اليوم ندني انا بالك واحد يدخل روحه نعرفك راجل توشا تشوف هاك تشوف هاد اليد ام بليس يا روح باليد الاخرى كاس 48 عيط لهم سلام عليكم ولا تخليني وحدي هاك هو هاك الله غير راسي ما سمنع مسكين الله غير عاقل خلى لي تليفون وي وي راني ربحت وي دوكا نبداو بالتربية المدنية باسكو راك فابل فيها هذيك تاع سين سين فتحة لا يا خويا راك مبحر بزاف حدي مات شوف البروغرام تاع التربية المدنية عندنا تعريف حرية التعبير تعريف وسائل التواصل الاجتماعي تعريف الأسرة بون نعطيك مثال حرية التعبير قريتوها ايه قريناها عطيني التعريف تاعها نسيتها بصح صاحبي محمود وحافظها شبيك هاك سيريو كيفاش هادي صاحبك وحافظها وانت كيفاش دير الفروض والاختبارات صح صح شوف نعطيك التعبير تاعها حنعاونك بصح شدها مليح في راسك تبعني مليح حرية التعبير هي التعبير عن الرأي بكل طرق ومنها مواقع التواصل الاجتماعي طويلة بزاف خليني نروح نلعب مع راسي البالون والإكس بوكس خليني عندك وين تروح تقعد هنا خلاص أنا قعدت بصح فهمني عسى تكون تقدر محفظش هادي كيف
مش حدير في الاختبارات والفروض؟ ماشي هكذاك اختي صوفيا، كل ما نجي نقرا كاين واحد في راسي ما يخلينيش نقرا، يقول لي روح العب لإكس بوكس والبالون مع راسي. هذا مشكل كبير يا خويا. وعندي مشكل واحد اخر تانيت. وشنو هو؟ ينجوع ما نوليش نخمم. واش راك تمعني لي مش تخمم؟ يعني نقدر ندير كلش. ماشي عن لا 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 راني كليت صباح ما تخافيش. اوف ما لا نقدر نكملو. ها هذا ما كان طفل ولا لدارهم انتم ربحتوا لي عيب باطل. ايه بعد الدمار الشامل صال دو بان ما بقات، لا شومبر مكسره اون دو، لي مابل كامل مكسرين. واش كنشوفوا البيت تاعنا تقول قرة تاع الفيتنام يا. الحمد لله ربي يا الجماعه. واش بكم لما متخرجوا جفنا طعام؟ على بالكم باللي ماشي حاجه سهله. واش بكم الحمد لله اللي خرجت سلامات. واش بكم ماشي حاجه سهله، انا نعرف ناس هكذا مات. لا ماشي كيف 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 تسمى بابا الطفل راح جاب حجه ماشي عمره. تيماجيني وكان راح بابا حجه او يطول 30 يوم يكملنا مطف. الحق الحق انا اللي تي جونتي افيك مو. هذه اللي ما فهمتهاش غير انت اللي كان يخافك. انا من نهار اللي جا وليت ما نشوفش. انا مالي قعدت لي فوق النواض ريحتهم لي تقدار. خا وانت تقولي هاد الحاج شكون كلا هو خاطر راح كنتو متلبس الربعه تاع الصباح. يقشر ياكل يقشر ملاح. هذا واحد لي عرضو بصح وشنو تعودو كي تكون راح تعود الدار زعما. انا على بليس يا جماعه راك وليتو له اللحم تاعو كليتوه له. هذاك اللي قال لك دير الخير ونساه. ايه بالدور زعما ما تنساش يا مامي. وكان تشوفو كي ديتو لبابا يا ودي بابا مات بالفرحه وقال لي يعطيك الصحه يا جاري الله يحفظك الله يسترك ما صار ما يزيد يقول لي. وقلت له هذا لا واجب ما درنا والو. وقلت له الدار دارك والباب محلوله. ثاني لا عمي اسماعيل خاطئ يا ناس. واش بكم عمي اسماعيل؟ واش بكم انسان عاقل عمي اسماعيل نورمال. ايه والحمد لله دعوه الحمد لله اللي عمي اسماعيل كان يدعي لنا يعني تخشي في العمر سينو كان يطوى بليسي كات مواف دغديغه. ولا فاطمه قولها لك دكتا هذا الشيء يكون اديب. يجيني هذا الوقت اديب. توحشتني عم يحكي قول والله.